فضيلة الشيخ عطية، ما السر وراء تكليف الله لنا بالصلاة أكثر من مرة في اليوم والليلة؟ الأمر الذي قد يشغلنا عن الكفاح لطلب الرزق أو الاستمتاع الكامل بالحياة، وهل يمكن لنا توضيح ذلك؟ لا يوجد تعارض أبدا بين تكليف الإنسان بالصلاة أكثر من مرة في اليوم والليلة وبين سعيه وكفاحه لطلب رزقه والانطلاق في التمتع بحياته. ذلك أن الصلوات الخمس من مميزاتها أولا أنها موزعة على اليوم كله وليست مجموعة في وقت واحد، وأي أمر فيه بعض الثقل والكلفة يخف إذا كان على فترات. وثانيا أنها إذا أديت أداء متوسطا لا يستغرق من وقت اليوم كله إلا جزءا بسيطا جدا، لا تتعدى فيه الركعات 17 أكثر من ساعة بواقع 3 دقائق أو أكثر قليلا لكل ركعة، والباقي من اليوم ليله ونهاره 23 ساعة ينعم فيها الإنسان بما ينعم ويعمل ما يعمل كما يشاء في الحدود الشرعية. فلماذا يعترض على هذه النسبة البسيطة التي خصصت لتقوية علاقة الإنسان بربه بالصلاة؟ وثالثا، لا بد أن ننظر إلى الدقة في التنسيق والتوزيع الذي جعل الله به لكل صلاة موعدا محددا من الوقت. فالصبح ركعتان فقط ينبهك الله بهما للقيام من نومك مبكرا حتى تزاول نشاطك الدنيوي قبل أن تشرق الشمس، وقد بارك الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في البكور كما قال في الحديث، وترك الله لك فترة طويلة تباشر فيها نشاطك الدنيوي بعد الراحة الطويلة بالنوم ليلا، ولم يطلب منك صلاة إلا بعد مرور فترة طويلة من النهار تعدل نصفه تقريبا، فيعطيك راحة من تعبك ونشاطك المضني في كسب العيش، ويدعوك إلى شحن بطارية قلبك بالاتصال بالله وطلب العون منه والهداية إلى الصراط المستقيم، وذلك بصلاة الظهر 4 ركعات تكفي لتقوية الروح وتعويض التعب الجسمي براحة نفسية هي من ألزم ما يكون للنجاح في كل عمل. ولو أحب الإنسان أن يواصل نشاطه بعد الظهر أو يستريح بعض الوقت عاود شحن روحه بالاتصال بربه بصلاة العصر، وعند الفراغ من النشاط النهاري تكون صلاة المغرب، وعند التهيؤ للنوم والسكن والراحة ينام الإنسان وهو على صلة أيضا بربه، فربما يكون هذا النوم وهو وفاة صغرى آخر عهد الإنسان بهذه الحياة، ويختم الله له بالحسنى ليلقاه سعيدا مرضيا عنه. هذا، ولننظر أن نشاط الإنسان لكسب عيشه هو نفسه تكليف من الله، لأن الحياة تحتاج إلى حركة، ولأجل الحرص على أداء النشاط الدنيوي الذي لا بد منه للحياة الدنيا والنشاط الأخروي الذي لا بد منه للحياة الباقية عند الله، قال الله في ترك البيع والشراء عند سماع الأذان لصلاة الجمعة وفي العودة بعد الانتهاء منها إلى النشاط الدنيوي، قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي هذا القول الكريم إشعار بأن معاودة النشاط الدنيوي بعد صلاة الجمعة لا بد أن يكون مصحوبا بضمانات تساعد على النجاح فيه، وهي ذكر الله وتذكر المعاني والقوة الدينية التي حصل عليها من الصلاة، وفي التعاون بين قوة الروح وقوة البدن يكون النجاح والفلاح. والله أعلم.